كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رحنا بلعبة بيكي اكس تي بعد ما سمعت اخر اخبار اللي هي اخبار كتير بتجنن لكتير لاعبين، حتى ان اللعبة رح تصير كتير مرحب كتير اشياء. المهم رح لكم تفاصيل اكتر بوسط هذا الفيديو. طبعا يا جماعة قبل ما بلش هذا الفيديو تسمعوا هالاخبار اللي ما سمعها فعن جد كتير حلوة رح تعجب البعض، ويعني متأكدة انه للكل الكل رح يعجبه. زي ما قالت شركة لابس بي كي اكس تي This is a big news for all the players. يعني هاي اخبار جديدة كبيرة لكل اللاعبين. اوكي سو يب يا جماعة قبل ما بلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لي لايك. كمان خارج هذا الفيديو حابة اقول لكم شغله، بليز بليز اسمعوا. جايز انا عندي قناه اسمها اسراء بلاي، اللي ما يعرف التفاعل فيها كتير ناقص، لهيك ما بنزل فيها فيديوهات اكثر. انا اول ما فتحت القناه كنت عم اقول انه رح خلي قناه، رح خلي محتوى القناه هاي روبلوكس، يعني هاي القناه رح تكون عباره عن روبلوكس وبيكي اكس تي ورح انوع فيها كثير. بس يا جماعة طلع التفاعل عن جد ما تصورت انه هيك رح يكون التفاعل. تخيلوا 600 مشاهدة بس بساعة واحدة او هيك. يعني عن جد يا جماعة التفاعل كتير ناقص، هنيك عم بزعل يا جماعة، عم قول خلاص ليه ما سكر القناة، عن جد كتير هيك التفاعل ناقص. في جماعة بليز بليز روحوا تفاعلوا عندي هونيك، فحطوا لي يا جماعة لايك هونيك، روحوا رح تلاقون القناة تحت صندوق الوصف. اتمنى منكم كلكم تروحون تكتبون من طرف اخر فيديو. روحوا اشتركوا اكتبوا من طرف اخر فيديو. كمان عندي قناة تالتة اسمها شو اسمها اسراء فلوك، اسراء فلوكس. صراحة ندمت لاني حطيت هذا الاسم، كان لازم احط اسم احلى بس كتير حلو خلص. anyways طبعا روحوا على الوصف رح تلاقون كل شيء عن جد. فا اللي ما يعرف انا ما عندي بس هاي القناة وبس يوتيوب وبس، لا عندي كمان انستغرام وتيك توك وفيسبوك وشو كمان خلص. يا روحوا يا جماعة ضيفوني انستغرام، هذا اللي عم اقول لكم. اهم شيء خلينا نوصل يا جماعة على 10,000 followers because why not, we are right here يعني 100k subscribers but in the instagram we have only 5,000 so please go ahead and follow me on the instagram link in description guys. كمان شكرا كثير لكل اللي حط لي فولو ولايك بالانستغرام، عم نزل فيه صوري مع دانا وصوري لوحدي وكتير ستوريات، وعم برد على المسجات و بدخل عم بقبل كل الجروبات اللي بتدخلوني فيها. فعن جد يا جماعه فروحوا بتمنى تروحوا تزوري انستغرام، حتى اللي ما عنده انستغرام يعني عادي، بس اتمنى لما تحملون انستغرام لا تنسوني. ها رح اطلع لكم من تحت تخت بالليل. ها المهم احس كثير كثير طولت عليكم بالمقدمة، واحساسي كثير كثير يعني صحيح. المهم anyways طبعا يا جماعه خلي لكم اخر اخبار بيكي اكس تي. هاي اخبار طبعا شركة لعبة بيكي اكس تي نزلتها بالانستغرام، قالوا انه رح ينزلون نسخة للكمبيوترات. خلي اشرح لكم اكثر واقول لكم هيك اشياء. طبعا اذا عم تتذكروا انه انا يعني تقريبا مرتين لعبت بيكي اكس تي بالكمبيوتر، صح كنت انا لعبتها لانه انا كيوتيوبر اوريدي عاطينا، احنا عطونا اللينك، احنا كيوتيوبرز عطونا اوريدي اللينك تبع ال شو اسمه لينك تبع بيكي اكس تي بالكمبيوتر، ولعبت بيكي اكس تي بالكمبيوتر عن جد فيه كتير ميزات. اذا بتكبسوا على F1 اذا بتكبسوا على F1 بتختفي كل الازرار وبصير فيكم تنزلون قصة. وكمان يا جماعة اذا بتاخدوا سيلفي عن جد كتير مريحة، فيكم ترتبوا بيتكم، فيكم تلعبوا كريزي رن كتير كتير مرن، وكمان بيكون كتير بيشتغل كتير منيح، وفيه ميزات كمان يعني، والازرار بتكون كتير مريحة.
وهيك كمان يا جماعه في ناس بتحب تلعب كمبيوتر حتى انه كمثال روبلوكس، لاعبين روبلوكس اللي انا منهم يرتاحون بالكمبيوتر اكثر، صح؟ حتى ان اللاعبين الاكثر يلعبون بالكمبيوتر مو بالفون والايباد. لا لان الكمبيوتر كثير الجوده بتكون كثير حلوه عاليه. حتى انا العب بيكي اكستي بس تصوير كثير صعب على فكره بكمبيوتري، حتى اني ما ارتاح اني اصور فيه صراحه، امنتج هونيكا كثير صعب. anyways يعني فيكم يا جماعه تلعبوا هلا بيكي اكستي كمبيوتر. في كثير ناس يا جماعه رح تقول لي اسراء كيف بدي انا احملها؟ طيب كيف رح اعرف وقت نزوله؟ طبعا يا جماعه هن بالانستغرام حطوا زي هيك فيديو وهيك بيقولوا انه سون رح يصير في نسخة للكمبيوتر. طبعا هي already موجودة وانا لعبتها كيوتيوبر، لانه انا كيوتيوبر عطوني هاي اللينك بيعطونا اياه عشان ننزل هيك قصص نسوي. وصراحة شوي بيعلق بس هلأ كانوا كأنه بيجهزوا، واحنا كمجربين مثل هذا التطبيق اللي عندنا عطونا اياه عشان نجربوا اذا حلو ولا لا، عشان نجربوا لمدة مثلا سنة ما بعرف، المهم رح نجربوا لمدة عشان احنا رح ياخدون كل يوتيوبر يشوفون كيف يستعملها بفيديوهاته هيك، بعدين رح يطلقون رح يسوون النسخة تبع اللاعبين. هذا التطبيق يعني كمان رح يصير عند اللاعبين زي ما الكمبيوتر صراحة زمان عطونا اياه، عطونا اياه زمان اللينك تبع الكمبيوتر. هيك بكل بساطه تاخذون اللينك وهيك تبعتوه على على كمبيوتركم، بعدين تكبسون عليه وبعدين بتحملون اللعبه وخلص، بعدين تدخلون تدخلون حساب وكذا تلعبون يا جماعه. عن جد يعني الازرار كذا تضغطون على انتر وسبيس وكذا، يعني اشياء كثير كثير مريحه، وحتى ان اللعب كثير كثير مره حلو. ف يب والجوده مره عاليه. ف يب طبعا هلا خلينا نحكي عن التفاصيل كيف تحملون وكيف كذا. طبعا انا ما بعرف حاليا وين راح يحطون الرابط تبع التحميل، بس اكيد انا اول ما راح اشوف، انا يا جماعه اول ما راح اشوف الرابط رح اسوي عنه فيديو، رح احط لكم اياه تحت بصندوق الوصف عشان انكم تكبسون عليه، يعني تفتحون الفيديو تبعي بالكمبيوتر تبعكم وتروحون على الوصف تكبسون على الرابط، بعدين خلص دغري رح يوديكم ورح اسوي لكم طريقه تنزيل وكيف تدخلون حساب وكثير اشياء بالكمبيوتر بالنسبه للناس اللي تستخدم لابتوبات كمبيوترات اي شيء اجهزه هيك اجهزه لابتوب. anyways يا جماعة هالأخبار عشان كتير كتير جميل. أنا حتى إني انبسطت عشان الناس اللي بتحب إنه تلعب بالكمبيوتر، لأنه عنجد في ناس يعني مو ناس بس كل الجيمرز تقريبا، أنا عنجد مو لازم أقول عن حالي جيمرز، أنا ما بلعب بالكمبيوتر على قناتي، أنا بلعب إيه بالكمبيوتر بس ما عم نزله بقناتي لأنه كتير صعب. anyways تفاعلوا اطلبوا مني هيك عشان أسوي anyways. شو كان بدي اقول؟ يعني هذا الاشي للجيمرز، هذا الاشي رح يخلي لعبة بيكي اكس حتى انها تنشهر اكتر، عرفتوا؟ لانه الناس اغلبية الجيمرز وكل جيمرز تقريبا بيلعبون بالكمبيوتر، انه عن جد اغلب الالعاب كأنه ماينك زي ماينكرافت الاصل تبعها كمبيوتر، روبلوكس افاكن لايف ما بعرف افاكن لايف ياه ياندروي سيميليتر زي هدول يا جماعة. يب حتى انا جودة كتير حلوة كذا. اتمنى يا جماعة انه وصلت لكم الاخبار بكل وضوح، اذا ما فهمتوا اي شيء او بدكم تسألوني عن اي شيء حياكم الله، اسألوني بالتعليقات عن جد رح اجاوب عليكم رح احاول. بس احبكم كثير كثير وحطوا لايك واشتركوا، كمان حطوا لي فولو على انستغرام والتيك توك تبعي، اهم شيء يا جماعه انستغرام فولو بليز، ما راح ينقص من 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 حياتكم ولو دقيقه، اقل من دقيقه روحوا على الوصف اكبسوا على الرابط وحطوا لي فولو بليز. I love you. يلا احبكم كثير وباي.